بيتها الطيبين الطاهرين. السلام على صاحب الذكرى الإمام الحسين الشهيد وعلى أهل بيته وعلى أصحابه المجاهدين بيته. السلام عليكم أيها الحق الكريم ورحمة الله وبركاته. في مناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام وفي هذه الدقائق المعدودات، ماذا يستطيع الإنسان أن يتحدث؟ بالطبع ليس بالإمكان أن تتحدث عن شيء، ولذلك فقد آثرت أن آخذ موقف للإمام الحسين وهو موقفه في الصلاة، حيث أنه ذكر بالصلاة يوم عاشوراء وقال لمن ذكر ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. فهذا الموقف من أبي عبد الله الحسين عليه السلام يبين أهمية الصلاة وعظمتها. وما بدأ أهل البيت عليهم السلام يعظون الناس ويبصرونهم ويفهمونهم عن أهمية الصلاة هذه التي هي عمر الدين. ونظرة إلى القرآن الكريم نرى أنه ركز كثيرا على الصلاة. لو قارنا بين الصلاة في القرآن الكريم وبين سائر العبادات في القرآن الكريم من صوم أو زكاة أو حج أو غيرها لرأينا الصلاة تحصل على حصة الأسد في القرآن. وهذا نبينا إبراهيم عليه السلام نراه والقرآن يتحدث على لسانه، فنراه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنبينا إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله مقيم الصلاة، وهكذا نرى القرآن الكريم يتحدث عن الصلاة فيجعلها صلب الصلب الأساسي في شخصية الإنسان المؤمن. قد أفلح المؤمنون، من هؤلاء المؤمنون؟ ما هي صفاتهم؟ يقول القرآن: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه هي الصفة الأولى، الخشوع في الصلاة. إذا ليست الصلاة التي تؤدى بصورة ميتة، ليست الصلاة التي لا روح فيها، إنما الصلاة الخشوع. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم يختم القرآن الكريم هذه الصفات، بدأها بالصلاة ثم يختمها بالصلاة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا هو الفلاح، وهذه هي صفات المؤمنين المفلحين، تبتدئ بالصلاة وتنتهي بالصلاة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
من هم هؤلاء المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهناك الصفات الأخرى تأتي بقية الآيات في وقتها. إذن الصلاة أهمية كبيرة، ولكن ما هي الصلاة؟ أي صلاة هذه؟ طبعا عندما تقف بالصلاة يجب أن تتذكر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تعيش حضور القلب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر، يعني بعضها من نصف يقبل، بعضها الثلث يقبل، بعضها الربع يقبل إلى العشر، وإن منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق يضرب بها وجه صاحبها، وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك. إذا لك من الصلاة بقدر ما تقبل بقلبك على هذه الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا إمامنا زين العابدين عليه السلام، نراه عندما يتوضأ، عندما كان يتوضأ يتغير لونه ويصفر خوفا من الله عز وجل. فلما سألوه عن سبب ذلك قال عليه السلام: أو تدرون بين يدي من سأقف؟ إنه يعرف أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مالك الوجود، مالك الكون. الفرق منا عندما يريد أن يقابل رئيس، رئيس في العمل أو شخصية مهمة، ترى يتهيأ لهذه الشخصية، وترى يحس بالهيبة، فكيف به وهو يقف بين يدي مالك الوجود، مالك الكون، الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يوجد شيء يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. فعندما تقف بين يدي جبار السماوات والأرض يجب أن تقف بشيء مما يناسب المقام، وليس أن تقف وأنت تلقي عن ظهرك الثقل، كأنك تلقي عن ظهرك أو عن صدرك الثقل يجهدك فتريد أن تتخلص منه. إننا نرى الرسول صلى الله عليه وآله عندما يأتي وقت الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله يرتاح من الصلاة وتريح الصلاة. ولكن هناك من يرتاح من الصلاة ولا يرتاح للصلاة. وعلى هذا فالالتفات إن الصلاة سفينة نجاة، إنك في هذا البحر تريد أن تنجو، ومن سبل النجاة الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والسلام عليكم. Amen.
يكون بعد هذه الصلاة، فالصلاة هي عبارة عن عمودين. كن ذا قلبين ففي قلب ترجو المولى وندى يديه، والثاني قلب تخشاه ففيه نظرا لتوحده. كل شيء يرد إن فات، لكن فائت العمر ليس بالمردود. فاحذرن أن يضع منك فتغنى وكأن لم يصبت نور الوجود. كل يوم يأتي عليك جديد، لك ضيف على المضيف شهيد. أما تستحي أن تعبد الله هكذا؟ لسانك في واد وقلبك في واد، ولو أنك المعبود ما كنت راضيا، ولكن أيادي ربنا فوق تعجالي. الإمام سجل عليه السلام الكلمة قصيرة ولكن تحمل الكثير من المعاني، بحيث أنه يطرح لنا مفهوم القرآن وكيف يستفاد من القرآن. كتاب الله ميزان قسط، لا يحلف عن الحق لسانا، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهان. أما الآن فقصيدة إلى الحاج عبد الرحيم، فليتفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شهر الفرح للزهراء،
والدي انظر لي نور بذر نور استطع من عيني وانبارك يا حوراء شجرة النبوة بسمان ضرج التحسين ليه ابتسم نور العين سلم علي وتشهد مرتين ومن قبل عد حيدر وعند الزهراء شجرة النبوة لا بسيرة بسيرة ما كانت إلا ساعة ورمشة عين وإذا بالوحي يا طيبين سلم على الهادي وقال له سميه حسين وغرت عيون الزهرة شجرة النبوة فرحة سجدة شكر لله فرحة سجدة شكر لله سجدة أمه لتمته وقبلته ولصدرها تضمه وتعانقت من الفرح حور العين بيت البتول الزهراء شجرة النبوة ملاك السما صفوف صفوف منهم الراكع منهم الساجد منهم وقوف سبح تقدس هلل تكبر ما بشوفوف جاه النداء والبشارة مولود لابن الزهراء شجرة النبوة نزلت ملاك السبعة مولود ثالث بشعبان نظرة صلت على أحمد وعلى الطهرة صلت على نور العين ابن البتول الزهراء شجرة النبوة هذه الأرض هذه السماء موجانة بملاكها وجرانها طرحانة ويوم الحزن لا تنسى دمع عبيطا دم دمع هملته يوم وقع لحسين لابن الزهراء شجرة النبوة رجعت خديرها وقت طفلها ترضعها ترضع من صدر الإيمان يرضع من آي القرآن يرضع علم يرضع أحكام بحجر البتول الزهراء شجرة النبوة بطرس نظر لما انشاف ضرت عيونه وما